برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. هاي الحلقة رح تكون خاصة، رح نسمع لشهادة واختبار شخص من خلفية إسلامية تغيرت حياته بنعمة الرب. هذا الشخص واجه كل أنواع التحديات من مسيحيين ومسلمين، أيضا ضرب، تفتح راسه، عمل بأشياء كثيرة لكن ضلوا ثابت في الإيمان. وكثير من المشاهدين بيسألوا ليه انتوا بتشاركوا اختبارات أشخاص من خلفية إسلامية. بحب أوضح النقطة في البداية، لما شخص بتتغير حياته لا نشارك هذا الاختبار أو الشهادة للتشهير ولا للاعتبار والنصرة، مثل ما بنسمع التعبيرات في الشرق الأوسط، الله ينصر دينك. لا، احنا بكل بساطة منطيع الرب يسوع المسيح اللي قال اذهب وخبر أو حدث بكم صنع بك الرب ورحمك. ثم نحن نؤمن انه الشهادة، شهادة المؤمن اللي بتتغير حياته بنعمة يسوع المسيح، هي بمثابة ضربة للشيطان ولامتداد ملكوت الله. فإذا نحن نشارك الاختبار أو الشهادة حتى اسم الرب يتمجد، حتى ملكوت المسيح يمتد، وحتى نظهر أنه الرب موجود وحاضر في كل مكان، ما زال يعمل بقوة حضوره من خلال الروح القدس، فتتغير النفوس، وحبا بالمسيح عاوزين يشاركوا هذا الاختبار حتى يوضحوا حقائق إيمانية، وحتى يوضحوا أمور اللي كان عندهم قبلا إساءة فهم، ولا سيما لهوية وشخصية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه الحلقة، رح تكون سبب بركة لحياتك، وأنا متأكد لما بتسمع هذا الاختبار رح يقودك للخلاص والإيمان بيسوع المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.